نحن الآن ما زلنا في ولاية غازي عنتاب، ولكن انتقلنا إلى بناء آخر يجري العمل عليه من قبل فرق الإنقاذ. هنا قبل قليل كانوا قد طالبوا الجميع بالوقوف لحظات من الصمت من أجل سماع فيما إذا كان هناك صوت من داخل الركام، وعلى ما يبدو بالفعل أن هناك صوت داخل الركام. هم سوف يسعون إلى متابعة البحث لعلهم يخرجون من هنا أحياء آخرين. قد تم بالفعل من هذا المكان إخراج منذ أمس ومساء أمس وحتى صباح اليوم ما يقارب 9 أشخاص على قيد الحياة من هذه الأبنية التي تراكمت بسبب الزلزال. أما بالنسبة للأرقام التي خرجت مجددا، كان هناك ارتفاع أكثر بعدد الضحايا، حيث تحدثت السلطات الرسمية عن وصول عدد الضحايا إلى 16,170 ضحية، فيما تحدثت عن أن أعداد المصابين تجاوزت 64,000. في المقابل أيضا تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هناك 6,444 بناء تم سقوطهم بشكل كامل جراء الزلزال. هذه الأبنية التي سقطت جراء الزلزال في الحقيقة تفتح باب عريض للنقاش وللاتهامات، ولذلك كان وزير العدل التركي بكر بوزداغ قد أعلن قبل قليل بأنه سوف يتم بالتأكيد فتح تحقيق بخصوص الناس الذين أشادوا هذه الأبنية، وسوف يحاسب كل شخص لم يراعي في هذه الأبنية إجراءات السلامة، ويتم التأكد من التزامهم بالقوانين التي كانت مسنونة والتي هي موجودة أصلا والتي تستوجب أن تراعي كل الأبنية شروط الزلزال، أم أن الزلزال كان أكبر من أن تتحمله الأبنية التي وإن وجدت فيها هذه الشروط ربما كان الزلزال قد يودي بها. كل هذا هو موضوع سجال يدور الآن بين الأطراف، ننتظر الأيام القادمة إلى ما ستتمخض عنها. نعم علي، أيضا بالنسبة للمدن الأخرى المجاورة لغازي عنتاب، كيف يبدو الوضع فيها بالنسبة لعمليات الإغاثة والإيواء كذلك؟ بالنسبة للمدن الأخرى المجاورة لولاية غازي عنتاب، كان تم الإعلان قبل ساعات من الآن عن انتهاء البحث عن مفقودين وانتهاء عملية البحث في الركام في ولاية شالي أورفا، وكذلك كان هذا الإعلان أيضا موجود في ولاية كيلس، وعليه وجه الواليان فرق الإنقاذ التي انتهت من العمل هناك إلى الولايات الأكثر تضررا والتي تعتبر حتى الآن هي كهرمان، مرعش، وأيضا ديار بكر، وكذلك إسكندرون وهاتاي. هذا بالنسبة لهذه الولايات. أما بالنسبة لموضوع وصول المساعدات، فبالفعل ما زال مطار أضنة هو المركز الاستراتيجي لوصول المساعدات من سائر الدول أو حتى من سائر الولايات التركية. كان هناك حديث عن وصول طائرات من المملكة العربية السعودية التي كانت المملكة نفسها أعلنت بأنها قد تبرعت أو جهزت ما يقارب 100 مليون ريال للمفقودين.